هل العدالة عندما يقتل 5 محامين هل كان في عدالة في أرضية صالحة للعدالة؟ ما قتلوا في المحكمة. هم قتلوا لأنهم في المحكمة. لأنهم قتلوا في المحكمة. قتلوا. ولكن قتلوا خارج إذن المحكمة. إذا العدالة. قتلوا من أطراف خارجية. بعداوات شخصية لربما. فسرها كما يطلق عليها. تفسرها كما تريد. بس أنا بحكي عن العدالة. ليش قتل خميس العبيدي بهذه الطريقة البشعة؟ لأنه كان وكيلا للدفاع عن الرئيس صدام حسين. ها؟ ليش تم الاعتداء على سعدون عنتر الجنابي وقتل؟ لأنه كان وكيلا عن الرئيس صدام حسين قبلنا. واو واو 5. هلا أنا بحكي على العدالة. عندما تجرح العدالة بسوء أو بغير سوء، بتصرف معلوم وعن قصد عند الجهات المعنية أم لا؟ لأنه ما كان الناس يعرف خط سيرنا إلا 3 جهات: الأمريكان والإدعاء العام والمحكمة. ما كان الناس يعرف خط سيرنا وكيف راح نتنقل. فأحد هؤلاء الجهات، وبالتأكيد مش إحنا، بس أحد هؤلاء 3 جهات هو المعني بالأمور. يعني لا يمكن انك تصدق انا اكون عايش في مكان محصن لمده اسبوع بس اطلع انقتل، لانه كانوا عارفين انه المرحوم خميس العبيدي بده يطلع باليوم الفلاني، او سعدون عنتر جنابي بده يطلع باليوم الفلاني، او عبد الله الزبيدي بده يطلع باليوم الفلاني، معروفين. بس يعني اذا نكون واقعيين، من حق الأمريكان أن يوفرون الحماية لكم حتى يعطون صورة للعالم أنه مجريات المحاكمات والأمن الشخصي للمحامين متوفر، مو من مصلحتهم أن يقتل أحد. يعني في جزئية من الموضوع كانوا يوفروا الحماية. يعني أخطر مكان كنا نواجهه هو المطار. أخطر مكان مطار بغداد الدولي. كنا لما نتنقل من المبنى لا الطائرة، كنا نتنقل بش بالباص ولا بتيوب، كنا عجرينا، فسهل جدا يتم الاعتداء عليك، لأن الأمريكان بالمطار ما بفوتوا، كانت تفوت معاك شركة أمنية. شركة حماية اللي هي نسيت اسمها. المهم هذه شركة حماية مقابل أجر بحموك. هلا هم بوقفوا معاك لغاية سلم الطائرة، شو يصير معاك جوا؟ ممكن يكون واحد جوا يقتلك، ما في عندك مشكلة. بقاعة المطار أستاذ أبو عمر ما كناش نقدر نفوت المرافق الصحية، لما كنت تخاف يكون واحد جوا. فكان عملية نقلنا بتتم من مبنى المحكمة للمطار بالهمرات الهامفي هذه، وبطريقة حتى تجي بالطائرة إلى عمان مثلا. إيه هو العمان كانت البلد الوحيد اللي نقدر نجي له، عمان كل هيئة الدفاع. وطائرة مدنية. طائرة مدنية. وفيها ركاب. فيها ركاب، بس الركاب مين هم؟ مين؟ 80% إن لم أقول 90% هم جنود أمريكان. حتى يأمنون الحماية. لا هذول جنود أمريكان اللي يطلعوا إجازات. أها. هذه كل أسبوع الطائرة، إحنا كنا 6، مخططنا 6 مقاعد، والباقي كلهم عسكريين أمريكان ومجندات. يعني خلينا نقول يعني وجودكم داخل الطائرة مؤمن. لا مؤمن شكليا، بس لما ولا بدي أعطيك حادثة صارت معاي كمان. صار صدام بيني وبين عسكري أمريكي بالطائرة. ها؟ وأنا على ما أقول صادق ويشهد الله، إجا الطيار قال لي إذا ما بتسكت بنزلك بسلمك للعراقيين. الطيار أمريكي؟ بعرفش من أي جنسية، يعني بيتكلم العربي. مو عربي. والله على ما أقول شهيد،
قال لي إذا ما بتسكت راح أسلمك للعراق. ليش كنت تتحدث به؟ أنا الأمريكي بقول له أنت جاي احتليت العراق قتلت بناتنا وقتلت شبابنا وابا إلى آخره. فاستفزوا هذا الحكي صار صيح. القائد الطائرة طلع فما وجه الكلام إليه، وجهه إلي. هذا جزء من اللعب اللي كانت تدار أستاذ جلال، إنه الأمريكان أمام العالم أرادوا أن نظهر إنه إحنا حققنا للفريق الدفاع الحماية وحققنا بين قوسين الديمقراطية في العراق، ويحق لكل واحد إنه يحكي. حتى فريق الدفاع كان يسبنا ويتكذا وكذا ويحكي ومن الحكي ويعتدي على المحكمة ويتناقش المحكمة. كل هذا عبارة عن صورة تخفي وراءها شيطان في الخلف. التعامل معانا من قبل الأمريكان كما يقولون الشيطان يكمن في التفاصيل. التعامل من قبل الأمريكان لم يكن تعامل نقي. هم كانت الصورة اللي تظهر للعالم إنه إحنا كنا ننتزع الموقف انتزاع.